إلى مستوى كبير جدا، فالمباراة كانت صعبة جدا. فكان لنا سوء حظ، فهذا كان سبب في خسارة المباراة. لكن لعيبة جيدين جدا، وكرة القدم هكذا، هناك أوقات سعيدة وأوقات حزينة. هناك أمور كثيرة، فهناك أمور، فالمسؤولية للمدرب، ولكن هي الأحداث. فإننا عددنا هذا المنتخب لهذه البطولة، فاللعيبة أحسن فريدة، اللعيبة هم الذين لعبوا، لكن هناك أوقات، تبذل قصارى جهدك، لكن النتيجة لا تكون كما كنت تتوقع. فعلينا أن ننظر إلى أهدافنا، فليس عندي شيء آخر. شكرا جزيلا أيها الكوتش. يعني فزتم بالبطولة 7 مرات، ففي البطولة الأخيرة كنتم في الفاينل، لكن هذه المرة الأمة التي فازت بهذا البطولة 2 مرات ولم تكن موجودة في البطولة السابقة هي التي أخرجتك في الدور 8. هل يمكن أن أقول أن منتخب مصر في تركيا لتخسر مكانها على مستوى العالم وفي أفريقيا؟ حقيقة أنت صحفية، فلا يمكن أن أقول هكذا. أنا أعتقد أن مصر أعدت نفسها جيدا، يعني أعددنا أنفسنا لهذه البطولة، لكن التاريخ يثبت أن مصر يعني فريق كبير جدا، لكن أثر تغييرات كثيرة، فيجب أن نضع القواعد وأن نكون أحسن في المرات المقبلة. حقيقة يعني حاجة في منتهى الإحباط. يعني خليني أقول لك إنه في المؤتمر الصحفي برضه اتسأل روي فيتوريا عن مستقبله مع منتخب مصر. الراجل قال يعني ده مش وقت قرارات متسرعه، هنهدى واحنا لسه خارجين من ماتش كبير. مع كامل تقديري واحترامي يا جماعه، احنا ما كناش بنلعب لا منتخب الارجنتين ولا احنا كنا بنلعب منتخب فرنسا، بنلعب منتخب الكونغو الديمقراطيه، وقبليها كنا بنلعب كاب فيردي، وقبليها كنا بنلعب اسوأ نسخه من غانا، وقبليها كنا بنلعب موزمبيق. احنا صيطنا كل الفرق اللي لعبنا معاها، والله صيطناهم حرفيا، احنا خدنا بايديهم يعني وعملنا لهم احلى شغل يعني. فخلينا نشوف الدنيا. طب انا مشفق جدا على عمر وعماره، يعني بامانه الله مش هتكلمه في الكوره اقول له انا مش عارف يعني. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. وانت كويس؟ الحمد لله. ازيك يا عماره؟ ازيك يا ايمن؟ لا ما احنا مش في سرادق عزا بقى. لا الحمد لله، بقاء لله ونعم بالله، دوام لله وحده. امين ونعم بالله. انا فاكر جلسه العزا اللي احنا قاعدين فيها دي كده متكرره بقالها سنين من 2019. بقى هكلمكم بصراحة، يعني أنا عارف إنه ممكن ما يكونش الماتش أصلا في حاجة في الكورة تتقال، بس هو أنتم مش بيجي في بالكم كده إن إحنا محتاجين واحدة هيروشيما ناجازاكي فجر عيد من أول جديد؟ عندك منظومة كورة ورياضة قوية، ده هيكل قوي وتخطيط قوي وافكار طموحه، ما بيجيش في بالكم كده انه طب يا رب مره
يعني 2019 قلنا كده ما حصلش حاجة، وكل مرة بيحصل فيها اخفاق بيبقى عندنا نفس حماس الشباب ده، السذاجة بتاعتنا بغر ساذج تتخيل انه يحصل تغيير. هل المرة دي جايز ولا ما؟ لا طبعا. شكرا. العفو. عفوا. كنت قلت اي حاجه تانية غير كده؟ انا كنت هزعل منك. لا نقول الحقيقه. انت محبط. احنا اعتدنا هنا على الحقيقه. انت محبط. طبعا. طب لو جيت لك بكره يبقى دي نفس اجابتك؟ طبعا. اصل في لازم يبقى في بوادر او يعني في مقدمات تؤدي الى نتائج. مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب ونذكر، انا عايز اتكلم في الاول وفي الاخر كوره فنيا. انت ما عملتش اي حاجه فنيه تخليك تنافس على البطوله. مصر دخلت البطوله باسمها فقط لا غير. ايوه. ما دخلتش بمنتخبها، ما دخلتش بفريقها، دخلت باسمها ان مصر لازم تبقى مرشحه. وانا متفق معاك مليار في الميه في ان انا مش هتكلم على ولا لعيب، لان هرجع اقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك قبل كده، وقلناه في الحلقه وقلناه في الراديو وقلناه في كل حته. ايه رايك في مصطفى محمد في البطوله؟ جامد. ايه رايك في امام عاشور في البطوله؟ اي لعيب جامد. صح. اي لعيب. ايه رايك في منتخب مصر؟ وحش بس خلاص. لما كل لعيب لوحده انت تحس ان هو عامل اللي عليه وبيأدي في حدود امكانياته واقصى كمان احيانا من امكانياته، مفيش تخاذل. على فكره احنا في 2019 لما كان في نوع من انواع التعالي من اللعيبه والتخاذل قلنا. برافو عليك. قلنا شوطنا كله اللعيبه وحشه، شوطنا كله اللعيبه ما بتلعبش منتخب مصر، اللعيبه بتبرق للجمهور، اللعيبه بتعمل بتعمل بتعمل. لكن انا النهارده انا شايف ناس بتموت نفسها، لكن الفريق مش كويس. فهناك خلل ما في المنظومه التكتيكيه لمنتخب مصر. المنتخب الاسبوع اللي فات كنت قاعد معاك هنا قلت لك ده تاهل، نقول عليه الحمد لله، ما نقولش الف مبروك بس. صحيح. فبالتالي انت لا، الموضوع المقدمات ما بتقولش ان هيبقى فيه تغيير شامل، لكن الحقيقه اللي انا هستفيدها من كان 2023 وهي ان لازم نلعب على امكانياتنا عشان نفضل كبار. لما لعبنا على امكانياتنا مع هيكتور كوبر وصلنا نهائي، وصلنا كاس عالم. لما لعبنا على امكانياتنا مع كارلوس كيروش وصلنا نهائي وعلى بعد ركله ترجيح من كاس العالم. لما حاولنا نلعب على اكبر من امكانياتنا، وهنا ليس تقليلا من المنتخب الوطني اطلاقا، اطلاقا. لا مفيش سيستم اللعب هو اللي بيحكمك. النهارده انت خرجت مع اجيري من دور ال 16 وخرجت مع فيتوريا من دور ال 16. حمار. انا فاكر لما احنا اتكلمنا قبل بطوله الكاس الامم وعملنا حلقه عن مصر نحو المونديال لو تفتكر. أي. 2026. أي. احنا بنأهل فين الجيل اللي احنا بنأهله لكاس العالم 2026 يعني، وقلنا احنا داخلين كاس الامم بالقائمه دي بالمنظر ده تدخل تاخد البطوله. داخل مرحله حصاد. لان الجيل ده في اخره، اغلب الاجيال اللي موجوده، اغلب اللعيبه الكبار في اخرها. فانت ما عندكش حاجه تانية غير انت تاخد البطوله. هل انت داخل بتعد جيل جديد؟ مين الجيل الجديد؟ مفيش جيل جديد خالص خالص. إيه اللهم ان محمد عبد المنعم 24 سنه، فتوح لو هتحسبه لعيب صغير 25 سنه، امام عاشور 25 سنه، مع مصطفى محمد المحترف بتاعنا يعني، مع مرموش، ادي اربعه خمسه هم، ودول اوريدي موجودين في المنتخب. مفيش اي اضافات جديده للفتره من سنه ونص، مفيش لعيب دخل جديد صغير على منتخب مصر. صح. فانت داخل المرحله دي على لعيبه كبار زي حجازي وزي النني وزي تريزيجيه وزي زي زي وكمل بقيه اللعيبه، حتى محمد صلاح اللي حلتنا 31 سنه وداخل في ال 32. فانت كل اللي انت داخل عليه خلاص داخل مرحله حصاد. فهنا السؤال لما نيجي نسال نفسنا، والسؤال لكل ما هو يشمل منظومه الكره في مصر، احنا رايحين كاس الامم نعمل ايه؟ المفروض زي ما انت بتقول كده، وانا متفق معاك بنسبه مليار في المية، رايحين ناخد البطوله دي. حلو. رايح تاخد بطوله كاس الامم في مجموعه فيها موزمبيق وكاب فيردي واسوأ نسخه من غانا. اتعادلت الثلاث مباريات وبقيت الفريق الوحيد على مدار تاريخ البطوله اللي اتاهل وداخل فيه ست اهداف اصلا. استقبل في كل، يعني مش ست اهداف، استقبل في كل مباراه هدفين على الاقل. ايوه. حلو. فيعني ده شكل منتخب مصر. ما كسبتش ماتش يعني، انت مفيش مباراه انت كسبتها يا بيه. ده احنا زعق لنا نبي. ما انتش فاكر نفس القعده دي لما الراجل عايزانا. صح. والكره عملت معانا كل حاجه بصراحه. يعني حتى ضربه الجزاء جت من حاجه على حدود الراجل متهور. بص الكره، بص الكره ماشيه معاك فين؟ الكره ماشيه معاك. لا لا حلوه الحته دي عشان مهمه. بص الكره ماشيه معاك من فين؟ الكره ماشيه معاك من اول. انا هحطك في مجموعه فيها موزمبيق وفيها كاب فيردي وغانا، فتصعد انت وغانا. حلو كده. فانت لا ما قبلتش، ماشي كده. ثم الكره جت قالت لك ايه يا عم؟ خلاص انت ملطش اصلا ومش شايف، لا انت قدام موزمبيق شايف، ولا انت قدام غانا شايف، وقدام كاب فيردي ما اديك انت شايف. احنا على الله ان شاء الله بنجري يعني، اللعيبه خش اجري موت نفسك في الملعب وخلاص. فيقوم الراجل بتاع غانا
حارس المرمى بتاع غانا يقوم واخد الكره ضربه ركنيه، يقوم لاعبين بتوع موزمبيق جايبين جون، هم لا نقت لهم ولا جمل ولا محتاجين اي حاجه ولا عايزين اي حاجه، شد دي السلام عليكم منتخب مصر صعد، وانت يجي فيك جون في الثواني الاخيره فكاب فيردي، فانت تقول ايه دي الدنيا ماشيه معاك، بص الكره بقى تقوم مايلك، لا مش كده وبس، انا هجيب لك الكونغو الديمقراطيه، يعني مش هوقعك في منتخب المغرب، انا هجيب لك الكونغو الديمقراطيه، يلا اكسب، ومش كده وبس، انا همهدلك بقى من الناحيه الثانيه، بص الكره عماله تغزلك من بعيد اهو، انا هخلي غينيا الاضعف تغلب غينيا الاستوائيه، وغينيا الاستوائيه ضايع ضربه جزاء عشان انت طريقك ممهد بقى خلاص، فانت زي السلام عليكم كده، مش هتحتاج اي حاجه، تدور مفتاح في الكونتاكت ودايس بنزين، انت خلاص مبروك، مفيش يا باشا اي حاجه، انت بتخرج النهارده من الكونغو الديمقراطيه ومحسسني ان احنا بنلاعب منتخب فرنسا، انا حاسس ان انا بلعب كليان امبابي. انا كلمتك على صعيد النتائج بس النقطه المهمه حتى كان عمر بيتكلم فيها، وهي فكره الاداء الفني، هي اكتر حاجه تقف عندها وتزعل ويجي لك احباط وكلنا نبقى محبطين جدا، ان انت لاول مره ما بتستغلش الحاله الفنيه اللي فيها لعيبتك. برافو عليك. امتى اخر مره دخلت بمهاجم في الحاله الفنيه دي؟ صح. زي مصطفى محمد. صح. مصطفى النهارده من على نص الملعب بيجيب الكوره وبيحجز عليها ويديها لزميله ويجري يضرب سبرنت في منطقه الجزاء يستنى العرضيه اللي بتجيله وسط اربعه، هو مطالب، انا مش فاهم يعني بصراحه، مطالب من المهاجم يعمل ايه اكتر من كده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني هدف واحد من السبع اهداف اللي احنا جبناهم يجيب ملعوب، يجي من نمط احنا كلنا مش هنختلف عليها، نقول ده نمط منتخب مصر، دي بصمه فيتوريا، او ده شكل المنتخب الجديد، كلها اجتهادات فرديه، كلها اللي يعني ضربات الجزاء جت ازاي، سواء الاهداف اللي في اللحظات الاخيره جت ازاي، سواء مرموش يضغط فيرقص الحارس في لحظه فوقان في الشوط الثاني بتاعت غانا، ده سيناريوهات منتخب مصر بكل الدراما اللي انت حكيتها. يعني ممكن اخد فاصل؟ طبعا. ونرجع نكمل الكلام. اتفضل يا بيه. طيب اتفضل يا بيه. والله ماشي، واحنا بنتكلم وبنقول فنيا والكوره والعب على قد امكانياتك، ده مش تقليل من المنتخب، بالعكس احنا كده كده مش محتاجين نتكلم عن كرة القدم المصرية في افريقيا ومدى السيطرة وما الى ذلك، عشان كده دايما بشوف ان اي اخفاق هي مشكلتنا احنا، احنا 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 اللي احنا ما حضرناش صح. انا بلوم على فيتوريا ان هو ما لعبش على اي حاجة ليها اي علاقة بنقطة قوة منتخب مصر، اي حاجة ليها علاقة بينا احنا ما لعبناش عليها اطلاقا. طيب مبدئيا كده ايه هي، اسأل اي حد، مش لازم يكون محلل، مش لازم يكون مدرب، مش لازم يكون اي حاجة، ايه هي مميزات اللاعب الافريقي؟ اقول لك قوة وسرعة، اصلا قوي وسريع، فرقم واحد ما تخش معاه في سباقات قوة وسرعة، تخش معاه في التحامات، ماشي، العب ضيق عليه المساحات عشان هو ما يستغلش نقطة قوته، والعب في ظهره، بسيطة جدا، الكرياتيفيتي بتبقى اقل، بس فالموضوع بسيط جدا جدا. طيب ايه مميزات اللاعب الافريقي المدافع؟ طويل وقوي وبيجيب ضربات الرأس، ما تلعبش كرات عرضية. عايز احصائية؟ منتخب مصر تاني اكتر منتخب في كاس الامم الافريقيه ارسالا للكرات العرضيه ب 98 كره عرضيه في الاربع ماتشات. لكش يكونوا 100 مليون عرضيه واحنا كنا في واحده بنعملها حتى ناحيه الجول. ما هو ده اللي انا بقولك غلط. ما هو ده غلط، انت ليه تلعب على الكرات العرضيه قدام فرق اقوى منك؟ هو ده اللي انا اقصده. برافو عليك. انك ما لعبتش على نقطه قوتك. انا فاهم. ما تلعبش على نقطه قوتك. تعالى اوريك صوره. يلا. انا بالنسبه لي يعني مش عارف هي كارثيه ولا. برافو عليك. دي هجمات منتخب مصر النهارده. صفر من العمق، صفر، مش هقول لك بقى واحده ولا اتنين ولا لم نوفق ولا اصل صفر، انت ما روحتش من العمق، بتلعب الكونغو الديمقراطيه بالاطوال يعني هذا الرجل غير مدرك لقيمه الكره الافريقيه، لطبيعه الكره الافريقيه، بلاش قيمه عشان يبقى اللفظ صحيح، لطبيعه الكره الافريقيه، فبالتالي كان من المفترض ان ينصح جيدا، ولا هجمه من العمق بتلعب الكونغو الديمقراطيه، مع ان قلبين الدفاع بتوعهم عندهم مشاكل كبيره جدا في العمق. ايوه كبيره جدا في العمق يا عم، والله العظيم فرقه عاديه يا عم، تعال بقى نروح للحلال يا عم، اقسم بالله يا عم احنا لو لمينا اصحابنا هنروح نتعامل معاهم، يعني فرقه انت يا عم، هو نفسه منتخب مصر ده بنفس لعيبته مع مدير فني تاني يكسب الكونغو دي مرتاحه يعني. ليه بقى؟ عشان هتلعب على امكانياتك وقدراتك ونقاط قوتك. تعال نشوف في المباراه بقى يلا نفسها يلا. المنتخب
عشان نشوف بص انا منتخب الوطني بيحاول دي اربعه بيحاول يبني الهجم ماشي بقى الهجمات معانا كده باص باص عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. مجرد ما هو بيروح بدل ما ماشي ماشي الكره هتروح على طول زيزو هيجري بالكره ناحيه الشمال هتتلعب الكره لفتوح فتوح هيروح عامل ايه كره عرضيه كام واحد ارجع بس ثانيه فريم كام واحد جوه منطقه الجزاء اتنين بما فيهم محمود حسن تريزيجيه اللي هو مش فرود ومش هيدر تمام ماشي هات الهجمه اللي بعديها الناحيه الثانيه مروان عطيه بيمشي الكوره النني هيروح ناحيه اليمين لمحمد هاني دقيقه 5 بعديها بدقيقه كره عرضيه لمين لحمدي فتحي برضه هو بره منطقه الجزاء عشان الكره تطلع على بعد 65 يارده من مرمى الكونو ماشي الهجمه ثاني مروان عطيه هيروح ناحيه اليمين لمحمد هاني هيروح لاعب راجل كل ده في 7 دقائق فاول 7 دقائق بص كام كره عرضيه بص هيروح لاعب الكره العرضيه لاحمد حجازي داخل منطقه الجزاء كل هجماتك من الكرات العرضيه كل هجماتك من الجنبين كل هجماتك عن طريق الجناحين مع منتخب بص الاطوال مع نقطه تانية يعني منطقيه جدا جدا وهي ان انت الكونغو كلها زرع نخل مفيش يعني. مفيش طويله والكور بقى اللي عمارة كان بيتكلم عليها صدف يعني انني شايط فتيجي لمصطفى محمد فالراجل طبعا مش واقف على رجله لان انت كل لعبك من على الجنبين كل لعبك كرات عرضيه 98 كره عرضيه في 4 مباريات في كره يعني مع المنتخبات الافريقيه انت زي ما انت بتقول بص كم الاطوال انت ليه كم الاطوال ليه كم الكرات العرضيه دي مع العلم ان في الكره يا ابراهيم لازم الفكره تبقى كامله يعني انا هلعب على الكرات العرضيه مش هقول لك بقى العب 4 4 2 لان الكلام ده كليشيهات العب 4 3 3 بس يبقى عندك انسايد فورورد يعني ايه انسايد فورورد يعني الراجل الجناح العكسي بيضم يخش. مهاجم صح فلكن انت تلعب بجناحين جناحين زيزو وتريزيجيه وكل الكرات العرضيه عارف انت قلت نقطه مهمه قوي انه انا كمنتخب مصر واتكلم فيها محمد انا كمنتخب مصر عندي العناصر الفرديه اللي انا اعمل بيها التعشيقه اروح اخد البطوله 100% فانا كافراد كويس انا خسرت ده لانه اللعيبه دي بتخلص في منهم بيخلص سن يعني وانا ما حطيتهمش في المنظومه الصحيحه عمار اتفضل الحقيقه بس انا معايا يعني احصائيات تكاد تكون كارثيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى ليه المنتخب الكونغو الديمقراطيه ده المصنف 67 على مستوى العالم 67 ماشي انت المفروض اصلا 33 بس ماشي. انا بقول لك ده المصنف 67 الاهداف المتوقعه دي احنا دايما كنا بنلجأ لها لما نقول ايه اللعيبه ما ترجمتش الفرص أيوه. صح أيوه. جات لهم فرص كتير ويا جماعه لازم اللعيبه تستغل الفرص أيوه. دي صح بص كده على احصائيه الاهداف المتوقعه للاعبي منتخب مصر بخط الهجوم بالكامل الاساسيين والبدلاء زيزو ما جابش نص تريزيجيه صفر مصطفى محمد الوحيد واحد لان منها ركله الجزاء 6.7 يعني كده يعني هو تقريبا الربع اللي بتبقى حمدي فتحي 0.12 مرموش صفر مصطفى محمد صفر مصطفى فتحي انا اسف فانت لك ان تتخيل ان ده خط هجوم مصر اهدافه المتوقعه قصاد الكونغو مفيش واحد جاب ان هو يبقى عنده قرب هدف منتخب على الله ان شاء الله قرب هدف نروح بس للحالات سريعا احنا عندنا نقطتين عمر اتكلم فيهم واحده العرضيات لو نجيب العرضيات بس نبدا بيها دي العرضيات بص كده النقطه بس اللي بيتكلم عليها عمر كمل بقى يا عم صادق انني هيلعب كالعاده نفتح الملعب على الاخر عشان نلعب على طول للطرفين زيزو هياخد الكوره هاني فاتح له بص زيزو لما هيرفع هي نفس الفكره مصطفى وتريزيجيه على 4 لعيبه مطالب ان اللعيبه دي تعمل ايه ولما دخلت قلبت بقى العشوائيه اللي انت بتعمل اللي انت هتشوفها دلوقتي واحده من تريزيجيه واحده لمصطفى واحده من زيزو دربكه شكرا جزيلا طب تعالى دربكة. للتحولات المفترض ان انت النسخه الماضيه من اقوى الفرق اللي بتلعب تحولات وكسبت المغرب في البطوله اللي فاتت بالتحولات يعني منتخب مصر انت واخده عنده الصيغه دي صح عندك التحولات واحده من المميزات بتاعتك ماشي. تعال بص التحول اللي عمله منتخب مصر في الدقيقه 68 1-1 وانت مفترض ان انت هتبقى عايز تاخد الكره زي دي عرضيه من منتخب الكونغو يردها حجازي هياخدها تريزيجيه مروان عطيه هيلعب لمصطفى مصطفى تصرف رائع سريع لعبها لزيزو العب بقى الفريم اللي بعده على طول وشكرا جزيلا ثلاث لعيبه على كتيبه من الكونغو كتيبه
التلات لعيبه دول انت بتطالبهم بايه؟ يلا يا اولاد ربنا معاكم، ربنا معاكم، لا طرفين ولا لعيبه وسط ولا اي حاجه من دي خالص. فزيزو زي ما انت بتشوف الشكل ده اربع لعيبه تقريبا عشان يبتدي يشوف يعمل ايه، ولو حتى لعب لعب العرضيه مصطفى ممسوك باربع لعيبه هم كمان. اذا اعتمدناها في هذه النسخه، كانت نسخه منتخبنا الوطني واداء منتخبنا الوطني، هي خطه على الله ان شاء الله. روحوا ربنا معاكم ان شاء الله يوفقكم. اجتهادات من اللعيبه، اجتهادات فرديه من اللاعبين. روح لفصل وبعدين نرجع نكمل ان شاء الله على الله. يلا طيب، ما زلنا في خيبه الامل. قال لك خيبه الامل راكبه جمل، واحنا راكبين الجمل ده بسم الله ما شاء الله بقالنا كتير، فلعل وعسى يعني في يوم من الايام خيبة الجمل عندنا ما تركبش، خيبة الأمل ما تركبش جمل، يعني يبقى عندها شوية تفاؤل كده. والحقيقة إن الواحد كان بيحاول بقدر المستطاع إنه يبقى متفائل إذ ربما الدنيا تمشي كويس، لكنه حقيقة الأمر لأ، ما فيش حاجة مشيت كويس، وطبيعي إن ربنا مش هيكافئ حد على حاجات غلط بيعملها، يعني الدنيا بتمشيش كده. وأنا دايما مؤمن بحاجة عمر عمارة، إنه العدل الإلهي مهم جدا، عدل ربنا مهم جدا. 100% طبعا. لازم يكافئ المخلص المجتهد يعني. احنا ما يعني على الله حكايتنا يعني. احنا ما ركزناش. والتركيز ده انعكس في الملعب. احنا متفقين ان اللعيبه عملت كل اللي عليها. لكن في حاله طبعا من عدم من فقدان التركيز. في حاله من العشوائيه الجباره داخل الملعب. انا معايا كام لقطه كده من ماتش النهارده. اتفضل. تعالى نشوف احنا ايه ده؟ اخطاء لا صعب جدا جدا ان نقع فيها في هذا المستوى الاحترافي. تعال نشوف معانا. يلا بينا. دي كوره، الكوره اللي هتعرض قدامنا اللقطات بتاعت التركيز. لا لقطات التركيز، لقطات التركيز مش تركيز يا جماعه. احنا بنتكلم في لقطات التركيز. ركزوا معانا يعني شويه. ركزوا بالظبط. بص، دي كوره عرضيه لمنتخب الكونغو. ابسط ابجديات التركيز في الكوره ان الراجل اللي واقف جنب الحكم ده واحد يعمل قدامه سكرين. ماشي. بص بقى الكره اتلعبت ازاي. واحده، الثانيه، بص الراجل فين، جود، مفيش اي حد قدامه، جود. ده لولا ان الراجل بيلعب يعني على مستوى قليل كان سلام. جون في الدقيقه 20، شكرا، صعدت الماتش على نفسك. تعال نشوف بقى اللقطه الثانيه الاكثر كارثيه. ايه ده؟ لا لا دي ايه ده؟ لا دي كارثه، دي ايه ده؟ علقت عليها في الاخر. كارثه يعني ماشي بقى الهجمه معانا. راجل لعب كل اللي رافعين ايديهم هم اوت اوف بوزيشن بره الهجمه. طبعا بره الهجمه طبعا. وتبعها ان احمد حجازي ما تمركزش، فلما الكره خبطت فيه بقى موقف 2 على 2 في السته يارده. خش بقى الصوره اللي بعدها عشان بص المنظر يا ابراهيم. عارف الكارثه في الزاويه دي؟ طبعا كارثه. ده ايه ده؟ عارف الكارثه اللي اكتر منها ايه؟ اللعيبه دي راحت مع بقيه الناس. اتفرجت على الجول تاني ومره تانيه، اللعيبه دي راحت مع الناس اللي على الدكه رايحين يقولوا للحكم ارجع للفار، ارجع للفار، مع ان مفيش فار في الاول. مفيش، مع ان مفيش فار في الاول. مفيش. الاهم من كده ان ولا واحد فيهم رافع ايده ومعطل اللعب. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، والسادس اللي على حدود منطقة الجزاء، الستة مدين ظهرهم لجونهم. سذاجة سذاجة يا جماعة. ده عدم تركيز غير طبيعي. بس عشان ما ظلمش اللعيبة، هو عدم التركيز ده جاي منين؟ تعال نشوف اللقطة اللي جاية. الدقيقة 74 بيستعد عمر مرموش ومحمود حماده للنزول. دي 74. خش اللقطة اللي بعديها. الدقيقة 78 عمر مرموش ومحمود حماده وقفوا على الخط. خش في اللقطة اللي بعديها. الدقيقة 82 بينزل محمود حماده وعمر مرموش. الراجل مش عارف هيغير امتى. هو ما كانش عارف ولا الـ ما كانش فيه وقت يعرف يغير فيه يعني. الكره ما وقفتش، اتلعب الكره ما وقفتش. هو اصلا وقفوا كولينج بريك. ارجع لاول صوره تاني، ارجع لاول صوره. لا لا دي 74، ده الكولينج بريك. والله ده الكولينج بريك في دقيقه 75. ده كان في لعيب واقف ورا الحكم رايح على الكولينج بريك. هل الكره ما وقفتش من الدقيقه 74 للدقيقه 82؟ دي تبقى مشكله. 8 دقايق ما لعبش في البريمير ليج. 8 دقايق مفيش اوت. لا ماشي، هو الراجل نفسه مش مركز. ايوه، فحاله عدم التركيز دي
عندك حاجه تقولها لي على تغييره محمود حماده اللي لم يفيد المنتخب على الاطلاق؟ وانا ما بتكلمش على اللعيب لا خالص بتكلم على اللعيب ولا هذبحه ولا هاجي ناحيته اطلاقا، ولانه هو من المستضعفين، لانه لا بيلعب لاهلي ولا بيلعب زمالك ولا له ظهر ولا بتاع إطلاقاً. فاحقاقا للحق انا كلامي هنا مش ليه، هو جايز يكون عنده مستويات وهو عنده مستويات افضل بكتير، لكن انا بتكلم على مدير فني ازاي احرقه في ماتش زي ده. بس انت قلتها، انا عايز رايي. عدم تركيز، هو فيتوري مش مركز. عندي نقطه بس في ردا على اللي انت بتقوله ده تحديدا. شخصيه اللاعب بتيجي من شخصيه المدرب. النهارده بتعلق على محمود حماده 100%، عشان كده انا قلت لك حاله عدم التركيز اللعيبه دي انا ربطتها لك بالخط. مش تحامل على فيتوري والله، بس هي الكوره في التفاصيل دي. صح، الكوره في النقط دي. دي نص تفصيله بس. يلا. نص تفصيله. يلا. انت بتعلق النهارده على لقطه محمود حماده في منطقه الجزاء، ان اللعيب اتخض طبيعي، لعيب خارج البطوله تماما و100% لا مجهز نفسيا ولا مجهز ذهنيا للعب دور بالشكل ده في مباراه زي دي، وده اللي يقول لك المدير الفني اللي مركز في التفاصيل. نفس اللقطه بنفس كل حاجه على السنه اللي النسخه الماضيه، يعني كارلوس كيروش بينزل امام عاشور باك يمين على ساديو ماني. امام عاشور باك يمين على ساديو ماني. عمل ماتش امتى قفل عليه؟ امتى؟ نهائي كاس الامم الافريقيه. عمل ماتش نهائي نهائي. صح، فهي هي بالظبط المعادله هنا، هي دي الفكره. لقطه اخيره لو معانا وقت. يلا يعني مباراه الكون، نخش على ملف الكونغو بس، وازاي الجبهه اليسرى بتاعت منتخب مصر كانت مخترقه ولم ابدا يفطن ليها روي فيتوريا، ودي بالنسبه لي غريبه جدا جدا. بعد تغيير فتوح نزل محمد حمدي. بص كام واحد، 1 2 3 4 4 لعيبه من لعيبه الكونغو على الحته دي مايلين هنا. ايوه، وبرده والكره دي اتلعبت اكتر من مره، ماشي بالحاله زياده عدديه طبيعي. بص 4 على 3 هتعدي كره، كمل عم صادق كمل. بص محمد حمدي كله اتضرب، بقوا 2 لعيبه رايحين على الجون، واحده من اخطر الفرص دي فين؟ في الدقيقه 52. هو دي الفكره، لو مدير فني منتخب مصر في الدقيقه 52 كره زي دي تروح علينا بكل السهوله دي مع منتخب احنا متفقين كلنا بكامل الاحترام والتقدير ليه، بس احنا عندنا محترفين احسن منه مثلا طبعا بمنتهى البساطه يعني طبعا. فاهم؟ مصنف 67 وانت 33 بكل تاريخك بكل عراقتك بكل ده ويحصل هذا الشكل، يعني لا يبقى احنا في مشكله كبيره. يعني انت عايز لقطات من 2008 جاهزه يعني. عشان بس فكره الامكانيات والقدرات والكلام ده كله جاهزه معاك. هل في حد يختلف ابراهيم سريعا كده في دقيقتين ان اعظم كره قدم قدمتها مصر كانت في 2008؟ لا. طيب تعال نشوف الهدف الثاني لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه 2008 جاي منين. تحول، ترانزيشن، هجمه مرتده، عيب مش عيب، تلعب على قد امكانياتك. 3 على 3 لا بص ثلاثة على 2 بغض النظر ثلاثة على 2 في كل واحد فيهم يمشي باثنين يعني كل واحد فيهم فرقة. بس بص انت بتعمل ايه؟ هل هو عيب؟ لا. اعظم نسخة في تاريخ منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية على الإطلاق. ايوه مديها السنغال. ثانية واحدة بقى، الجول الثاني الجول الثالث. بص الكورة دي ايه؟ في عرف الكورة لما نيجي نتكلم كورة انجليزي سكند بول يا بيه. سكند بول يا بيه. برافو عليك. واحد من أعظم أهداف كأس الأمم الأفريقية سكند بول. يا جماعه العب امكانياتك كبيره هنا، العب عليها. ده اعظم نسخه في تاريخ منتخب مصر صح في كاس الامم الافريقيه. بتكسب الكاميرون 4 بجون ترانزيشن وجون سكند بول والجون الثالث حسني عبد ربه تسديده من بره ال 18. شيل الافكار والكليشيهات عشان نرجع تاني منتخب مصر. ممكن اسال سؤال وتجاوبوني بصراحه؟ بصراحه، هل احنا ظلمنا كيروش في مسألة عدم استمراريته معانا مع منتخب مصر؟ احنا ظلمناه في كل حاجة. والله؟ والله ظلمناه في كل حاجة، حتى في التوقيت اللي احنا تعاقدنا معاه فيه. ليه؟ احنا تعاقدنا معاه في وسط آخر مباراتين تصفيات كأس العالم لو أنا فاكر صح. دي حقيقة. وداخل على كأس العرب اختلق خلقت من العدم، الراجل اتفاجئ بيها لو كلنا فاكرين. ايوه فاكر. داخل مؤتمر وعمل لنا طلع لنا أسامة فيصل وعمل ايه؟ ده استغلها أفضل استغلال ممكن، كأن الراجل بقاله سنة وعارف القصة دي. بقى في حسين فيصل مروان داوود كعد واحمد ياسين عد زي ما انت عايز تعد عد، وكل الناس اللي تفت حوالين المنتخب وشافت شكل وشافت رؤيه مستقبليه. وعمر كمال وعبد المنعم عيش بقى. ما انت بقول لك كل ده استخدمته، مش بس رميته فيه، لا خدت منهم اللي ينفع دلوقتي وخدت منهم اللي انت عينك عليه. يعني احمد ياسين ده فضل حبه بعدها بيروح معسكرات ليه؟ عينك خلاص دخلت شفناك جربناك انت موجود معانا. عبد المنعم لا انت جاهز دلوقتي تعالى. عمر كمال انت جاهز دلوقتي تعالى. نفس الكلام على لعيبه كتير جدا. ودخلت كاس الامم
عملت واحدة من الملاحم، كلنا كنا أيقنا ده، والفكرة كلها ان انت عملت واحدة من أسوأ مبارياتك، ده هو تحت ولاية كيروش اهو، أسوأ مباريات المنتخب عملتها قدام نيجيريا. أيوه. بص ردة الفعل، بص الشخصية المدير الفني، رغم كل الانتقادات اللي كان بيشوفها وبيسمعها كل يوم، عشان الناس بتقولك ما تنتقدوش وما تعملوش، كل الناس كانت بتنتقد المنتخب بعد مباراة نيجيريا، كل الناس. قلت وهقولت بس خلص الجزئية دي. بس بعد كده عملت إيه؟ مشيت سنة سنة، وصلت إن أنت عملت واحدة. أنا ما شفتش منتخب مصر بيعمل أداء رائع رائع في كأس الأمم الأفريقية من أيام 2010 زي ما عملت قصاد المغرب. عملت ملحمة قصاد منتخب المغرب، منتخب المغرب كان طالع من البطولة ومش عارف يعني ازاي طلعنا. صح ولا انا بقول غلط؟ لا 10 على 10 نفس السؤال. نفس السؤال؟ احنا ظلمنا نفسنا. ليه بقى؟ برحيل كيروش برضه. بس انت بتقول لي هل ظلمنا كارلوس كيروش برحيله؟ لا، احنا ظلمنا نفسنا برحيل كارلوس كيروش. طيب انتوا عايزين حاجة؟ عايزين سلامتك. عشان يا دوب ابتدي اجهز نفسي حلقة بكرة. ربنا معاك والله. عشان بس نبقى متفقين، احنا عندنا اجتماع من دلوقتي لحد، والله ما بهزر والله. انا عارف والله. احنا عندنا اجتماع قاعدين عشان خاطر حاجه. هو عارف والله يعني. هو يقصدها يعني، مش بيقول لك انا عارف والله. احنا مش هننام، احنا قاعدين ما عندناش حاجه، بس هنختم بس البرنامج فقط لا غير. عمر بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي ابراهيم بشكرك شكرا جزيلا. عمار بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. خيبه امل راكبه جمل، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.